كل ما فات نسى بها سنين طويلة مرت من قدامي ومشات، ضاعت ما بين لي يوم وليلة، ضاعت من هذه ومشات. هاد القصيبة هادي كتعلمك الصبر، كتعلمك الصبر. الإنسان اللي عنده شي مردودية وبغى يجي ويهدر الأعصاب ديالو يجي هنا مزيان ليه، يتلاقى مع الأصدقاء، يتلاقى مع هاد الناس هادو، يتعرف عليهم ويتعرفوا عليه. تلقى الناس الحمد لله، اللهم لك الحمد، من مختلف الثقافات. كاين الناس هنا تبارك الله اللي الثقافة ديالهم واصلة فين، ياك فهمتوا؟ إلا شتي هنا تقول هذا غير ما شاء الله وصافي، ياك تحقروا ولا كذا، ولكن العكس. قال لك لا تحقروا الرجال ليس تعرفوا أين الرجال صناديق مقفلة ومفاتيح التجارب. الناس تلقى هنا كتقول الله العظيم، شوف هذا دابا اش مقابل هنا، راه ما مقابل والو. وفعلا هو راه ما مقابل والو، راه ربما يدي وما يدي. كاين بعض الأحيان اللي كيدي وكاين بعض الأحيان اللي ما يديش، يجي هنا شهرين ثلاث شهور ما تدي والو، ولكن لابد تجي دير ديك دون توصل لما. في هذه الهواية بديتها في 1996، شحال كتشوط عندي الوقت كنجي ليها صافي، كندوز فيها الوقت، نلقى فيها خاطري وننسى فيها الهموم ديال الحالات والبيع والشراء وداك الشيء. اللهم لك الحمد بخير وعلى خير. تنجيبوا الحوت ونديو الحوت، نجيبوا السردين ونديو اللي جاب الله.